بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في حلقة النهاردة إن شاء الله عن قصة الرجل العجوز وزوجاته الاثنين. كان هناك رجلا في خريف العمر لديه زوجة مسنة وأخرى شابة، كلاهما تحابان جدا، وكل واحدة تتمنى أن يحبها هي. بدأ الشيب يغزو رأس الرجل، فلم يعجب الزوجة الشابة أن يبدو زوجها عجوزا، لذلك اعتادت كل ليلة أن تمشط شعرها وتقتلع الشعرات البيضاء، وكان هو يتقبل بالأمر لأنه يسعى دوما لرضائها. لكن الزوجة المسنة كانت سعيدة لشيب زوجها لأنها لم تكن ترغب أن تبدو كامة، فكانت كل ليلة تمشط شعرها وتقتلع أكبر عدد ممكن من الشعرات السوداء، وكان هو متقبل للأمر ولا يريد أن يغضبها، وبالنتيجة سرعان ما وجد الرجل نفسه أصلعا. يعني في الآخر الراجل لقي نفسه هي أصلع. ومن هنا تنتهي حلقة النهاردة. أعزائي المشاهدين، لا تنسونا من الاشتراك في القناة وعمل الله يتم دايمانه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.